وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ حمود بن علي الطوقي، رئيس تحرير صحيفة الواحة العمانية. بداية وبعد التحية، نائب رئيس مجلس الوزراء العماني اليوم دعا خلال كلمته لاستمرار تدفق الإمدادات الإنسانية لقطاع غزة وأيضا وقف التصعيد الإسرائيلي من الجانب الآخر. إلى أي مدى تستطيع تلك المواقف حل حالة الأزمة في القطاع حاليا؟ نعم، شكرا جزيلا على الاستضافة. حقيقة في البداية أود أولا أن نعبر عن تعزينا الصادقة للشعب الفلسطيني والشعب العربي بشكل عام على الضحايا الذين تساقطوا خلال هذه المجزرة اللا إنسانية ووفاة الآلاف من الشهداء. سلطنة عمان مثل ما ذكر صاحب السمو السيد شهاب بن طارق الممثل الخاص لصاحب الجلالة في هذه القمة ترفض رفضا قاطعا على كل الممارسات التي يقيمها الكيان الصهيوني بشأن هذه الأزمة. وسلطنة عمان مواقفها ليس من الآن، ولكن مواقفها ثابتة ترفض كل العدوان الإسرائيلي على الشعب الأزل في فلسطين. ما يحدث اليوم، أولا نحب أن نشكر جمهورية مصر على دعوة لإنعقاد قمة القاهرة للسلام التي شهدت أيضا متابعة كبيرة من قبل الشعوب العربية ومن قبل الشعوب المحبة للسلام. طبعا هذه القمة جاءت في وقت جدا مهم، وسبقتها خلال 48 ساعة الماضية انعقاد القمة الخليجية أيضا هنا في مسقط واجتماعات وزارة دول مجلس التعاون في مسقط، وكان وصدر بيان أيضا برفض قطعي لهذه الممارسات اللا إخلاقية تجاه الكيان الصهيوني. ما نرى أن هذا الكيان يعني يستمر ويستفز المشاعر المسلمين والعرب بكل ما تعنيه من كلمة، وذلك بتأييد مطلق من قبل الإدارة الأمريكية، وما زيارة الرئيس بايدن وأيضا رئيس الوزراء البريطاني إلى تل أبيب إلا تأكيد تأييدهم على هذه المواقف لكي تستمر إسرائيل بتعنتها تجاه مقتل ومجزرة تحدث لأول مرة على مدار التاريخ. نحن كشعوب عربية حقيقة، وكما لاحظتم ليس فقط في دول العربية ولكن شعوب العالم قاطبة خرجت في مسيرات حاشدة ومسارات غاضبة تندد بهذه الممارسات التي تقوم بها إسرائيل من وقت للآخر. دول العالم حاليا تدعو إلى السلام، ودول العالم تدعو أن تعيش دول العالم في سلام وفي أمان، ولكن على رغم ذلك نرى أن إسرائيل برئيسها نتنياهو يرفض هذه المطالب الأممية ومطالب الشعوب. نعم. ويستمر في أيضا قتل الأبرياء وقتل المدنيين من غير رحمة ومن غير أي إنسانية. نعم نعم، أشكرك شكرا جزيلا السيد حمود بن علي الطوقي، رئيس تحرير صحيفة الواحة العمانية، شكرا جزيلا لك.